الوقت الجلسة يا زلمة بس سوا بس مش لاقي علاقة فيني يا كنت وقت جايبه اطلع بروحك اعطيني لك بقى يا مالك على قلي قلي ده قلي مرحبا يا ابنائي اهلين استاذ استاذ كيف يا طلابي؟ تمام يا استاذ انت كيف؟ اهلين معيوني ابنائي الطلاب الاعزاء اذا هليكن بيعتيكن مشان تتمسخروا علي منك الو 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 اسمعوا جوز الكلام انتو جايين لهون تتعلموا هالكتاب مو والله جايين لهون مشان الشو مشان تتمسخروا علي او تتمسخروا على رفقاتكم هذا اسمه مركز تعليم مو مركز مسخرة خبز ما كنا نبيع شو خبز ما كنا نبيع ما خبز ما كنا نبيع ايش بتحين لك هون بصمة يعني لا استاذ استاذ هاي الصورة شايفها من المرة استاذ بدنا ندرس ندرس استاذ قديش كيلو بطاطا اليوم؟ قديش؟ اسمع انت ويا ولاد انتو جايين لهون تدرسوا؟ ولا ايش جايين تساووا؟ اسمع انت بالاخص يا طولان وعقل خفيف طويل بس عقل ما في اقعدوا يلا اقعدوا احسن ما ضربتكم المضرب عاقل راح اضربه من الصف ايه هون راح اطرده حاضر استاذ ايه هون استاذ يا رب يا رب يا لطيف بسم الله الرحمن الرحيم استعنا بشقة بالله أبنائي شو كان درسنا اليوم؟ أستاذ بس قبل الدرس انت عطيتنا فرض حلو عفوة تحتي أستاذ ايه فوق من ورا اتركوها ايه ماشي عطيتنا وظيفة نحلها ايوه حلال عليكي فاتنا وظيفه امبارح نحلها لليوم راح احط لك 10 علامات عم تمزح معك استاذ تذكرت 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 استاذ وظيفه طالعوا لي وظيفتكم المو كاتب وظيفته المو كاتب وظيفته راح احط له صفر استاذ انا عملت لك كل الوظيفه استاذ انا عملت لك كل الوظيفه فاديني وظيفتك يا بنتي استاذ شوف وظيفتي انت بعتت لي اياها لا تقلها كلها بتقلها ايدك ايدك وظيفتي هي بقول لك بلوك 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 انت مو تكون على وش كنت شو 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 طلع طلع خطة انا بعرف خطة استاذ برافو برافو عليك هلا بحط لك 10 اشتفاقات انت ايش عرفت انه هي بس انت شو عرفت انت شو عرفت بعرف خطة حفظانه بيعرف خطة حاضر استاذ يلا صفر بالشبه الى كلياتكم لا استاذ والله ابوي بلعنا من البيت والله يلا بس ما حد يعرف ايده استاذ اللي بمد ايده عليها اكسره حاضر استاذ استاذ لو بعت له الوسخ تبعنا بالشعر اكتب له عليها حاضر استاذ ايوه استاذ والله ابوي بلعنا من البيت يلا الله بيتم طالعوا دفاترتكم يلا راح سرق مدينه بس لا حد يحكي معه ولا كلمه وين دفترك؟ شنو؟ ما عندي عندي دفتر؟ راح نبلش درس راح نبلش درسنا تليفون بدل دفتر؟ استاذ شوف هيدا الورقة خلص انا مأمن فيكي ايه خليها معك انا مأمن فيكي يلا خلينا نبلش بلش بالدرس هذا استاذ يلا هو فيش عندي احكي معك ليش قلت لي على وظيفه؟ حاضريني؟ لك اخو سنة في التعزين انت كيف تبتين انا مو كيف تبتين ليش قلتينه؟ طبعا هلا ما لا 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 تبكي بدي اشتريك رح
لا تفهم تفهم مظهر كبير من الشباب هنا مفهوم؟ 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 مفه